الخوصصة ورفع الدعم، رأي الرئيس يتعدى ولا رؤية الحكومة؟ في الحقيقة عندنا تقريبا 3 شهور كل الإعلام وكل الشعب التونسي وكل الناس يتحدثوا على رفع الدعم وعلى المواد الأساسية المفقود منها واللي داخل منها في مضاربة واللي متأثر بالحرب العالمية اللي موجودة في أوكرانيا وروسيا واللي متأثر أيضا بوضعية البلاد وعشرية تعكز وما لقاتش حلول. عندنا 3 شهور وإحنا عايشين على وقع حاجتين، رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وعلى وقع الخوصصة، ولكن هل جدل هذا برز من خلاله نظرتين في الحقيقة والشعب التونسي قاعد حاير بيناتهم؟ الحكومة عندها رأي ورؤية والرئيس عنده رأي وبرنامج أيضا. اليوم رئيس الجمهورية قالها علناً بالتصريح والتلميح أنه ضد رفع الدعم وضد الخوصصة، لأنه هو يعرف اللي هذه فاتورتها غالية، اللي هذه لو كانت تم في عهده هو ويمضي عليها راهو باش ترسيله يمضي ويمضي، لأنه الشعب لن يغفر له ذلك، لأنه الشعب هو اللي بوقه هيك المكانة هذيك وعطاه الأصوات اللازمة، لأنه الشعب هذا على ثقة أنه رئيس الجمهورية ما هوش بيش يخذله. فاليوم أمام رئيس الجمهورية معضلة كبيرة، يا هل ترى يمشي ببراغماتية وحسب ما تقتضيه اللي موجود الآن في العلاقات الدولية والعلاقات مع الصناديق المالية العالمية، وإلا يمشي بفكره هو وبموعد به الشعب. يحدث أيضا أنه رئيس الجمهورية لما عين الحكومة هذه، حكومة السيدة نجلة بودن وشخوصها الكل والوزراء، القاو رواحهم ما همش يجيبوا في نظرة جديدة ولا فكرة جديدة ربما كانت تنجم تأدي إلى أمور أخرى. لاحظنا اللي هي عندها فكرة أخرى براغماتية لما تجلس مع الشركاء في العالم يتكلموا بلغة الموجودة السائدة الآن، عندك صندوق نقد دولي وعندك بنك دولي اللي هما عندهم إملاءات وشروط، ولكن هالإملاءات والشروط تتناقش والحكومة ما عندهاش وسائل أخرى دي بارامتر أخرين أن هي باش تنجم توصل الصوت متاع رئيس الجمهورية، لأنه ما يتقابلش تقريبا مع الوضع في البلاد وفي العالم. علاش وكيفاش رئيس الجمهورية واضح اللي هو ينطلق من مثالية سياسية ومثل عليا ما عندهاش علاقة بالحسابات والجداول والكورب والطبلوات وغيره، ما عندهاش حتى علاقة. بالنسبة ليه جاء باش يصلح باش يريح الشعب التونسي من عشرية يقولوا عليها سوداء في الأغلب، ولكن هي عشرية غابت فيها الإصلاحات وغاب فيها العقل الخلاق. لكن الرئيس هنا نلقاوه بلا معاول، ما عندوش باش. التوانسة لو تستفتيهم اليوم وتقول لهم على مسألة باش يقولوا لك رفع الدعم، باش يقولوا لك راهو رفع الدعم لا وخط أحمر، والخوصة زادة لا، اللي باش تخلي على خاطر الخوصة هذه بالنسبة للشعب الكريم، الخوصة تشمل مجموعات معينة مش أولادهم البطالة هما اللي باش يدخلوا اليوم في المشاريع هذه اللي باش تبيعها الدولة مثلا، اللي هما خواص، وكيف تتخوص الشركة أو منشأة عمومية راهي باش ترسي عندهم هما عند المالكين عند الناس اللي عندهم الفلوس والشركات، فتفقر الدولة وبالتالي يتفقر الشعب وتفوت في منشآت تقدر تلقى لهم حل من خلال الشركات، ويستغناو هما اللي شراو هالحصص هذية متاع الدولة. ونرجعوا للنقطة الصفر أنه الشعب التونسي والدولة ما همش باش يستفادوا. اليوم اللي سائل أن يسأل، ما فماش عقل خلاق ياخذ هالمنشآت هذية حالة بحالة وطريقة بطريقة. القضية مش قضية أنه باش يفقدوا مواطن شغلهم، إيه نعم هي معضلة مواطن الشغل اللي باش تتفقد،
حد إذا كان فوتوا في المؤسسات هذه، لكن بينونا في تونس أنه عدم خوصصة 3 بنوك كانت فالسة وكانت متراجعة، إصلاحاتها بفضل العقل الخلاق التونسي جعل منها بنوك تخضع إلى المنافسة تنافسية كبيرة، وهاي قاعدة تربح. اليوم الحكومة تتعامل مع المنظومة العالمية والدولية وشروط صندوق النقد الدولي اللي ما عندهاش خيارات عند اللقاءات مع خبراء من ومسؤولين من هالصندوق النقد الدولي إلا من خلال المسطرة اللي حطتها هالمؤسسة الدولية، واللي هي مؤسسة صندوق النقد الدولي راهو يحكموا فيه أغنياء العالم، واللي هما أغنياء العالم هذم قالك ما عادش اليوم اتفاقات ثنائية، اليوم يزمك تمر على المحامي الأكبر متاحهم اللي هو صندوق النقد الدولي وهيئة أيضا البنك العالمي، تمشي لهم هما يفركسوك ويفتشوك ويعديوا لك استخبار وامتحان ويقولونا إذا كان أنت قادر باش نجم ونضمن فيك وتنجم ترجع لفليسات وإلا لا. هالدائرة المفرغة هذه خرجت منها كثير من الدول، وكثير من الدول كما البرازيل كما رواندا كما غيرهم حاولوا باش يلقاو وسائل أخرى للشراكات وللتفويت دون أن تكون في الأمر كارثة، كيف ما بعد السيمونتري وكلينا فليساتها ورصتنا نشريه في السيمان وكذلك خسرنا الخسارة الكبرى، كيما المناجم اليوم اللي موجودة واللي نجموا نعملوا فيها شراكات من أجل تهيئتها من جديد وتكون منتجة، كل الحلول موجودة، ولكن احنا لاحظنا اللي فما بون شاسع بين حكومة السيدة بودن وبين رئيس الجمهورية، فهل من جسر لهذا التباعد؟